موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أعلن والي ولاية سنار المحي سليمان أن الوضع أصبح خطيرا بولايته بعد محاصرة السيول والفيضانات لعدة مدن بالولاية، وحذر الماحي من تكرار فيضان العام الماضي الذي اجتاح الولاية وأدى لهدم وإتلاف آلاف المنازل والمئات من البساتين الزراعية بالولاية، مؤكدا أن الوضع على حافة الفيضان. كشف المدير التنفيذي لمحلية الفاو بولاية القضارف ياسر بابكر عن انهيار 1300 منزل جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة الفاو في 21 من يوليو الماضي. وقال بابكر في تصريح لصحيفة السوداني إن السيول والفيضانات أدت إلى غمر كامل لمؤسسات الدولة بالمحلية، كما أدت الفيضانات إلى انهيار 15 مدرسة لمرحلتي الأساس والثانوي وتشريد نحو 1300 أسرة من منازلهم. شكى مواطنو ولاية الخرطوم من انتشار كبير للذباب في الأحياء السكنية بالخرطوم، مبدين تخوفهم من أمراض وبائية وسط تدهور للأوضاع البيئية، فيما قال مواطنون إن تراكم النفايات بشوارع الخرطوم إضافة إلى تكون البرك المائية بفعل الأمطار الأخيرة ساهم بتوالد الذباب في ظل غياب السلطات المحلية، مطالبين بضرورة إجراءات معالجة سريعة. أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ياسر عرمان بتراجع شعبية حمدوك بعد أن حظي بإجماع لم يتوفر لأي شخص في السودان منذ الاستقلال. وقال ياسر عرمان في لقاء تلفزيوني إن شعبية عبد الله حمدوك تراجعت بفعل ملابسات الانتقال. وأبدى عرمان عدم رضائه عن أداء الحكومة، مطالبا جميع قوى الثورة بالالتفاف للعمل على إزالة العقبات وحلحلة القضايا التي خرج من أجلها الشعب. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.